بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم في المكرونة الخطيرة ولا الصلصة الجبارة؟ لا دي الشطة، شطة شطة شطة، الزيت الجميلة، ولا سندوتشات المكرونة؟ مين يقول هات؟ ايه رأيكم؟ انا اقول لك هاتي الأنسة كوكي قالت لي دي قولي. اسمها مكرونة الانسجام. اه ماشي، بصوا هتاخد سندوتش، ايدك باينة اهي، دي ايديها. ازي يا جماعة، ايه ده؟ بصوا بصوا ايه ده؟ ايه اللي ده بيحصل ده؟ الانسجام الانسجام يعني ايه اللي بيحصل ده يا اختي؟ تحفة. كلي بقى. ده احنا نديه بصوا كده. بصوا ايه رأيك؟ جبتك، ايه رأيك؟ لا بجد، ايه رأيك في المكرونة؟ جميلة 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 جميلة. حنين كلت منها والله اكبر، بتقول لي حلوة حلوة حلوة، فرجت علينا الناس. وطول ما احنا ماشيين في الشارع ونزلنا نجيب طلبات تقول لك حلوة حلوة حلوة، صح؟ جميلة جميلة أوي. حلوة أوي، حلوة أوي. نقول لهم ايه بقى؟ لايك. حطوا لايك. كوكي بتاكل، حطوا اللايك. يلا يلا بينا. طيب هنخش على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ عبير وماما على الفيس، علشان نشوف المكرونة اتعملت ازاي. ان المكرونة دي هتتاكل قبل ما يعني هياكلوها. يلا بينا على المطبخ نشوف المكرونة اتعملت ازاي. يلا بينا. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بهنا وسعادة وتكونوا في كل خير يا رب العالمين. بصوا بقى، احنا مش هنعمل ترند المكرونة، احنا هنعمل المكرونة في مطبخ عبير وماما بشكل جميل وبشكل حلو قوي، هو ترند اليومين دول. بصوا احنا بنقدح الزيت قوي دلوقتي، الزيت في الطاسة بتقدح. ماشي، جينا هنا في الكبة نضربي بصلتين كبار على قد بقى الطماطم اللي عندي اهو بالمنظر ده كده، شايفين؟ هنحمر البصل كده اهو، ننزل البصل كله ونحمر البصل. البصلة تحمر، هوريكم هنعمل ايه. بصوا بقى هنا كده، دي طماطم اللي احنا مخزنينها مع بعض، طلعت 3 اكياس وسايباهم ان هما يغلوا ويتسبكوا اكتر وعبال ما نحمر البصل. وهنا مية للمكرونة هنسلقها، وهوريكم هنعمل مكرونة بطريقة جميلة وحلوة اللي هي الترند. بس ده الترند مطبخ عبير وماما، هما بيعملوها بطريقة وانا بعملها بطريقة، بس طريقة حلوة قوي. يلا البصل يحمر ونشوف المكرونة الجمال بتاعها ونشوف هنعمل ايه. ماشي ماشي. بصوا حبايب قلبي، لون البصل بقى عامل ازاي. هنجيب شوية ملح ونرش كده، شوية ملح عليها وهنرشها كده. هنسكت؟ لا طبعا مش هنسكت. هل هو ملح بس؟ لا. هنسيب البصل كده؟ لا طبعا. بصوا بقى هنعمل ايه، هنجيب هنا حتة تومة، دي المكرونة بتاعت المحلات بتاعت الشارع بتاعت العربية، دي مكرونة العربيات يا جماعة اهي. الشيخ اسمه ده الانسجام، الشيخ احمد، ومكرونة الانسجام. ايوه كوكا بتقول لكم بقى، بس دي مكرونة مطبخ عبير وماما، عربية مطبخ عبير وماما. ماشي، دي هنستنى بقى. انتوا شايفين الطماطم بتتسبك اهي وبتغلي معانا، طبعا انتوا عارفين البرد، بعمل لهم هنا حلبة اللي هي الحلبة المغلية، ما هو الدنيا ساقعة هنشرب ايه؟ الحلبة اللي هي الحلبة المطحونة اللي هي عاملة زي المغاد بتاعت الناس بس. الحوامل اللي لسه واضحة. بصوا يا جماعة، واحدة واحدة اهي مع بعض اهي، وبصوا الجمال اهي تتحمر، هوريها لكم. لسه لسه كل ده ما اتحمرتش عشان تشوفوا الطعم والجمال اللي هتبقى فيها. بصوا حبايب قلب اللون بقى حلو ازاي. هنشيل شوية كبشة كده نحطها على الوش اهو زي ما انتوا شايفين كده. وريهم يا كوكي الطبق اللي احنا شايلينه اهي، الطبق اللي احنا ايه اهو شايفين. وبصوا بقى اللون اهو، ده اللي هنحطه ده اللي هنحطه على الوش خلاص يا قلب. ودي كده اهي، بسم الله ما شاء الله، مع بعض اهي بقى كده شايفين، تتسبك بقى بيها. ايه رايكم في الحلويات والجمال ده؟ هنحط التوابل بقى، هنحط بهاراتك ونحط الملح والفلفل، او نخلي الملح اخر حاجه، ان هنحط مرقه وهنحط 7 بهارات وكمون، وهنحط عليها 1 مرقه بس. وشموا بقى واتفرجوا وكلوا، وحته تومه نيه صغيره قوي في قلب الصلصه، واتفرجوا على الجمال والحلاوه. انقل بقى المكرونه على عينك الكبيره. حبايب قلبي
كده هنحط المكرونه. المكرونه عباره عن ايه؟ حطي قني كده الانسه حنين. بصوا اهي دي جميع انواع المكرونه، مكرونه سباكيتي، على مكرونه قلمة، على مكرونه مقصوصه، على مكرونه خواتم، على مكرونه اللي هي المدوره. بتروحي عند العطار وتقولي له انا عايزه تشكيله كيلو مثلا او نص كيلو من المكرونه كلها. دي المكرونه كلها، دي مجموعه المكرونات كلها اهي معانا. شايفين؟ ايه رايكم؟ حط بقى عليها الملح. اه لا حلوه، انا عملتها قبل كده وما صورتهاش معاكم بس جميله جدا اهي. ايه رايكم؟ الصلصه خلصت تتسبك اهي كويس، وحطينا التوابل وحطينا المرقه وكل حاجه بتاعتها، وحطينا شويه ملح على المكرونه بس، مفيش اكتر من كده. استوى المكرونه، هوريكم كل حاجه حلوه. حبايب قلبي معاكم الانسه حنين، كلي مكرونه كلي. يا شيخ بصوا بقى يا قلبي، احنا هنعمل ايه؟ زيت ال ال ما تتكلمي، صلي على النبي كده يا جماعه. سيد البصل هناخد شويه كده على المكرونه زي ما انتوا شايفين كده، شايفين؟ اه خدنا من الزيت بتاع البصل. هنسكت؟ لا مش هنسكت. هنعمل في بقيه الزيت ايه؟ معانا الشطه، لا مؤاخذه بقى يا قني. بصوا بقى يا قلبي كده احنا حطينا اهو مطرح الزيت بتاع المكرونه بتاع البصل. لو كل شطه؟ ايوه ابعدي. بصوا بقى يا جماعه بنحمر الشطه اهو معانا، لازم الشطه تتحمر في الزيت، انا هوريكم دلوقتي. وهنقلب بقى المكرونه، بصوا المكرونه اهي كلها تتقلب بالزيت بتاع البصل اهي، نقلبها كلها بزيت البصل كده وجماله. وبصوا بقى هنا كمان هوريكم، بصوا التسبيكه، بصوا التسبيكه بقت حلوه ازاي وجميله، بصوا الشكل. تعالوا مع بعض، خلي بالك يا امي. بصوا بقى ادي اهي شايفينها الانسه حنين بتقلبها، صعبه قوي كده. حمرت طلعت الريحه بتاعتها، هنعمل ايه؟ هنحط قرن فلفل، قرن فلفل معاها واحده طماطم، نقلبها بالمنظر ده. هاتي تخلي قرن اهي، حطي بقى شويه خل، حطي شويه بس، وهنحط شويه طماطم. روحي بقى هناك خلاص، انت كده كحيتي. نحط بقى الطماطم عليها تتسبك، هغرف لكم. نغرف بقى مع بعض كده المكرونه بعد اهو، اوريكم كل حاجه. انا حاسه انك شطه كده حراق. يا قلبي ادي الشطه اهي، وما اقدرش اقول لكم على الريحه اللي احنا فيها دلوقتي. شطه الزيت اهو، لا شطه الزيت مع المكرونه اللي هي مكرونه العربيات مع التقليه، الجمال ده. بس اغرب بقى هوريكم كل حاجه حلوه، خليكم معايا. حبايب قلبي خلصنا المكرونه الجميله الحلوه المشكله بالطريقه الصلصه الجباره اللي احنا عاملينها مع بعض، ماشي؟ يا ريت تجربوا طريقه الصلصه بتاعتنا دي، حلوه قوي وجميله زي بتاعه الشارع. كوكي بنت اختي قالت لي لا يا خالته، دي اسمها مكرونه الانسجام. انا بخش المطعم الصلصه زيها بالظبط، والصلصه اللي انت عاملاها دي احلى كمان من اللي انا اكلتها بره. ايه رايكم؟ بصوا المكرونه، طبق المكرونه الجميل، بصوا ولا التقليه ولا سندوتشات المكرونه، ايه رايكم؟ مين عايز سندوتش مكرونه يا جماعه؟ بصوا الجمال، ولا الشطه الزيت وجمالها، بصوا الحلاوه بتاعتها، شايفين؟ ولا جمال طبق المكرونه. الشطه الزيت طبعا تحفه، وشفتوا انا عملتها ازاي. وهنا ده هنا في دقه توم وخل وليمون وكمون وشويه ايه ميه، وطعمها تحفه. ايه رايكم في الاكله الجميله وسندوتشات المكرونه والحاجات الحلوه دي؟ يا رب كده تعجبكم، ويا رب تكون الوصفه بتاعت النهارده سهله وبسيطه وتكون عجبتكم.
مع احلى طبق مكرونه ومع مكرونه الانسجام الجميله. يا ريت تجربوها. تحياتي مطبخ عبير وماما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.